بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الإتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون في كل المجتمعات، ويعد نسب طفل مجهول الهوية لأسرة ما هو اختراق للقانون وإتجار بالبشر. وهتكلم عن نموذجين من نماذج الإتجار بالبشر، أحدهم حصل في مصر والآخر حصل خارج مصر. فنموذج الإتجار بالبشر اللي حصل خارج مصر مثل يتمثل في قصة السيدة سوزان هاغلوف وزوجها مدحت. فسوزان قالت عايزة أبقى أم، علشان كده قررت هي وزوجها إنهم يروحوا يسألوا عن موضوع تبني طفل في الكنيسة، وشافت الكاهن هناك في آخر الغرفة وقعدت قدامه، وكانت متوقعة إنه هيسألها أسئلة صعبة، وقال لها إيه الموضوع اللي عايزيني فيه. وسمعت المسؤول في الكنيسة بيكلم زوجها، وفهمت من ردة فعله إن طلبهم موجود. الحكاية ما كانش معانا أولاد، وطبعا لاب الكاهن عارف إن إحنا ما معناش أولاد، وعارف يعني احنا ممكن لو ربنا راد ومعانا طفل هيعيش عيشة كويسة. فربنا راد ولقينا الطفل ده في الكنيسة، فالاب كان عارف حكايتي فعطهوني، فانا لما اخدته ما عرفتش يعني ما فكرتش في اي حاجة تاني، انا صدقت ما اخدته وروحت بيه البيت. انا واخده من الكنيسة لاب كاهن. لكن الراجل المسؤول في الكنيسة قال لي مدحت كن كتوما. وسوزان هنا بتسأل نفسها ليه الكتمان؟ هي الحاجة اللي بتعملها دي حاجة مش كويسة؟ أيوة طبعا يا ست سوزان، دي حاجة غير قانونية وهتتورطي فيها بعدين وهتدفعي تمنها من حريتك. بس هي كتمت التساؤلات دي كلها في سبيل الحصول على طفل حتى ولو كان بالتبني. وهنا هي بتقول أنا مش فاهمة ليه كنت ساذجة وسكت في الوقت ده على كل الأسئلة اللي كانت بتدور في دماغي. وفي يوم الحد 9 مارس 2008 الساعة 4 عصرا رن جرس التليفون، ومدحت قال لها بعد ما خلصت المكالمة إنه صبي وكان مبسوط وفرحان، والطفل المفروض إنهم يستلموه في اليوم ده الساعة 7 مساء، وفرحوا علشان هيكون عندهم طفل وهيكونوا أب وأم. ووصلوا للمكان اللي هيستلموا فيه الطفل، واستقبلتهم فتاة ووصلتهم للمسؤولة اللي هتديهم الطفل، واللي واضح من لبسها إنها راهبة. وجت الفتاة ومعاها طفل رضيع، وسوزان قالت إنه طفل رائع الجمال وكانت فرحانة بيه جداً، وقالت إنها حبته أول ما شافته كأنه طفلها بالظبط. ومدحت قال للمسؤولة فين أوراق الطفل، فقالت له إحنا ما عندناش أوراق وما بنديش أوراق. فأنا استغربت وقلت إزاي يكون في تبني بدون مستندات. المهم أخذوا الطفل ومشيوا بدون أي مستند للطفل. المهم واحد من قرايب جوزها مدحت إداهم رقم واحدة اسمها تريزا بتشتغل في دار أيتام، علشان تقولهم على الطريقة اللي يقدروا بيها يعملوا شهادة ميلاد للطفل باسمهم. وراحت سوزان وجوزها مدحت لدور الأيتام اللي كانت بتشتغل فيه تريزا، وفتحت لهم الباب وقالت لهم أنا أعرف دكتور يديكم تقرير بأن عملية الولادة تمت عنده، والورقة دي تروح بيها لمكتب الصحة علشان تطلعوا بيها شهادة ميلاد للطفل وفيها إثبات إنك أمه وإن مدحت أبوه. ولما سوزان سمعت الكلام ده حست بالغثيان، وتريزا طلبت منهم $50. وهنا بدأت سوزان تسأل نفسها هل التبني ده غير قانوني؟ بس تعلقها بالطفل خلاها توافق على التزوير ده بالرغم من عدم رضاها عنه. عملنا له شهاده يعني وكده عملت له شهاده ازاي يا استاذ فاروق؟ ازاي بقى يعني رحت قلت انه ابنك؟ اه خدت شهاده من الكنيسه،
خدت عملتله شهاده ميلاد وزن المدام وديت عشان ما يطلعش نفسيته تعبان. ايوه طب انت خدت الورق ده منين؟ انت لازم تاخده من المستشفى. لا انا ما خدتش ورقه سيادتك. انا يعني ما اخدته من الكنيسه رحت عملتله شهاده ميلاد. رحت على طول سجلته باسمك. انا قلت عشان ما يطلعش نفسيته تعبان. طب انت ما تعرفش ان ده مخالف للقانون؟ انا بصمجي، انا بصراحه بصمجي ما بعرفش اقرا ولا اكتب. وبعد 3 ايام راح مدحت واستلم شهادة ميلاد الطفل، فتم تسجيل اسم مدحت في خانة الأب وسوزان في خانة الأم، والطفل سموه ماركو. واستمرت الحياة عادية جدا بعد كده. وفي يوم من الأيام جه لسوزان رسالة من أختها على البريد الإلكتروني، واللي أختها قالت لها إن أمك مصابة بالسرطان، علشان كده قررت السفر لأمريكا علشان تشوف أمها المريضة. وفي الوقت ده كان الطفل ماركو عنده 6 شهور، وسوزان قررت انها تاخد الطفل ماركو معاها علشان امها تشوف حفيدها. وطبعا علشان ماركو يسافر محتاج فيزا سفر، علشان كده الزوجين مدحت وسوزان راحوا السفارة الامريكية علشان يطلعوا تأشيرة سفر لماركو. والموظف المختص بالسفارة طلب منهم الأوراق، وراح الموظف جاب طلب وقال لسوزان املي الطلب ده، وكان في الطلب ده خانة لازم الأم الحقيقية للطفل التوقيع فيها. وهنا قررت سوزان التوقيع على إنها أم الطفل الحقيقية بعد تردد منها، علشان هي عارفة إنه مخالف للقانون. وبعد ما قدموا الطلب مشيوا من السفارة. وتاني يوم جالهم تليفون من السفارة الأمريكية قالوا لهم فيها عايزين ورقة من الدكتور تثبت إن هو اللي عمل عملية الولادة للطفل، لأنهم ما كانيش مصدقينهم وعايزين إثبات إن الطفل ده ابنهم. وهنا بدأ سوزان تحس بالخطورة وتحس بالجريمة اللي عملتها هي وجوزها. وفي اليوم التالي أخذوا الورقة اللي طلبتها منهم السفارة وراحوا علشان يقدموها. ولما راحوا للموظف المختص قال لهم تعالوا معايا، قال لهم احنا عارفين ان الطفل ده مش ابنكم، فاذا سافرتوا بالطفل خارج البلد هيتم اتهامكم باختطاف طفل. فهنا سوزان انهارت وقالت لا طبعا ده ابننا فعلا. فسوزان قالت انا اضطريت اكذب في الموقف ده، وقلت للموظف عايز اسحب طلبي واديني الاوراق بتاعتي، فالموظف رفض وقال الطفل ده مش ابنكم وانتم متهمين بخطف الطفل. فبدأ غضب سوزان يزيد وقالت للموظف أنا عايزة أوراقي وأطلع من هنا. وبعد إلحاح منها ادوها الأوراق بتاعتها وخرجوا من السفارة الأمريكية هي وزوجها. وبعد مرور شهور سمعت سوزان ومدحت خبط شديد على الباب، ففتح مدحت الباب فلقى الشرطة، فبلغ سوزان بوجود الشرطة فقالت له هم جايين يعتقلونا، وأخذوهم الشرطة مع الطفل وودوهم لقسم الشرطة التابع لمحل إقامتهم. والمحقق قال لسوزان اقعدي هنا، والوضع ده أرعب سوزان جدا لأن المحقق قال لها الطفل ده مش ابنك، فقالت له ده ابني، ولكن المحقق جاب لها كل الأوراق وقال لها الأوراق دي مزورة وهتتعمل لك قضية كبيرة. وأخذوها الغرفة وحبسوها وأخذوا الطفل منها. وفي اليوم التالي أخذوا سوزان ومدحت ودوهم للمحكمة وحطوهم في القفص، وكان معاهم تريزا اللي معاهم في التزوير. وبدأت سوزان تستغرب من الوضع ده اللي عملته بنفسها وورطت نفسها فيه، وقالت إزاي اتحط في يوم من الأيام في قفص، لأن القفص ده للحيوانات بس. وحضر المحامي اللي وكلوه للدفاع عنهم اللي ما كانش متفائل خالص، وقال لهم التهمة الموجهة ليكم هي الإتجار بالبشر. وأثناء النطق بالحكم مسكت سوزان بإيد مدحت، وكانوا متوقعين يسمعوا كلمة براءة واللي معناها الإفراج عنهم، ولكن كان الحكم مفاجئ. على المتهمين سوزان هاجروف ومدحت بسدة بالسجن 2 سنة نافذة. وتم اتهام الزوجين بتزوير شهادة ميلاد الطفل ونسب الطفل لهما، وتم وضعهم في السجن علشان يقضوا العقوبة المفروضة عليهم. ودي كانت نهاية القصة اللي تشبهت أحداثها مع قصة الطفل شنودة، والمشترك فيها إن الكنيسة هي اللي بتدي الأطفال مجهول النسب لأسر مسيحية
وكمان بتساعدهم على عملية التزوير لشهادات الميلاد. وباعتراف فاروق نفسه لما قال ان كاهن بنفسه قال له سيب رقم تليفونك ولما تيجي النعمة نبقى نتصل بيك. كنت بروح الكنايس قلت سابوني شايف الحالة بتاعتنا احنا تعبانة في ايه؟ قلت له انا بقالي 29 سنة متجوز ما فيش ايام. طبعا كان واخد رقم تليفوني. طبعا امر ربنا سهل بالنعمه دي راح اتصل بي. انا كنت بفرج ناس على شقق اتصل بي رحت جبت الواد. طبعا خدت انا رحت عملت شهاده ميلاد وكله تمام تمام. انا جايبه من الكنيسه قدس ابونا الداون ودخلت جوه الكنيسه وخدته. انا رحت لقدس ابونا اما هو عشان عارف الحاله هو اتصل بي رحت الكنيسه قال لي تعالى عشان عاوزك عشان فين. المهم طبعا اداني الواد خدته حسيت الدنيا انا طايم من على الارض. وده على أساس إن الأطفال بتيجي بصفة دورية وإن حمام الكنيسة دايماً بيلاقوا فيه أطفال. لكن اللي اختلف في القصة دي هو نهايتها لأن الأسرة اللي تبنت الطفل شنودة أخدوا براءة ولم يتم إدانتهم ودي مش قصتنا. الفكرة إنهم بعد ما أخدوا براءة ما سكتوش وراحوا في وسائل الإعلام بمساعدة كل الجهات التنصرية بالخارج وبعض وسائل الإعلام بالداخل يستعطفوا الناس ويبانوا إنهم مضطهدين برغم إنهم خالفوا القانون وهم عارفين كده كويس. اما اسرة الطفل ماركو ما كانوش معترضين على الحكم واقروا بانهم مخطئين واخدوا جزاءهم. ونترك الحكم للمشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.